خليني اقول لكم المكونات الاول بتاعه الرز المحمر بالخضار بتاعي. انا عندي هنا شويه رز ابيض، هنقول ان هو موجود عندي في الثلاجه، حاجه اوريدي بايته عندنا من قبل كده. عندي شويه خضار اللي هو العادي جدا المجمد اللي بيتباع، عندنا جنزبيل وتوم مفرومين، بابريكا طبعا، ملح وفلفل، بعد كده عندي صويا صوص، عندي بيضتين، عندي بصل اخضر، وعندي كزبره فريش للتزيين. طيب احنا هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه اسمها الستير فراي، وهو الستير فراي بيبقى تشويح على النار العاليه، وبيتعمل احسن يبقى بزيت درجه التدخين بتاعته عاليه شويه، فيبقى مثلا زيت نخاله الرز، او انا هشتغل مثلا النهارده بزيت خضار عادي او اللي هو الزيت الطبيعي بتاعنا. هنحط شويه زيت في طاسه سخنه. الفكره في الستير فراي ان احنا ما نسيبوش نفضل على طول بنقلبه، نفضل على طول واقفين قدامه، لان احنا مشغلينه على نار عاليه جدا. فنجهز كده حاجاتنا كلها جنبنا عشان ما نحتاجش نتحرك من قدام. هننزل اول حاجه خالص بالثوم، جنزبيل، وعلى طول عشان احنا مش عايزينهم يتحرقوا يا دوبك اول ما تبتدي ريحتهم تطلع كده في الاستوديو، ننزل على طول بالرز، نديله تخميره كده. نديله بس فرصه تحمر شويه، نزود له دلوقتي التوابل والخضار، فلفل، ملح، مش هنكتر لان ده رز ابيض بايت عندنا، او رز ابيض اوريدي مستوي فهو كمان متملح شويه. وبعد كده هناخد بابريكا، نحط معلقه حلوه كده من البابريكا، نزود الخضار، نديله تقليبه مع بعض كله. اتاكد دايما ان انا بقلب بسرعه، مش عايز حاجه تفضل تحت وتتلسع، وفي نفس الوقت عايزه يتقلب كله وياخد من الجنزبيل والثوم مع الزيت اللي احنا حطيناهم في الاول اللي هو هيبقى البيز بتاع الطعم في الطبق ده. الطبق ده زي ما هو، زي ما احنا حطينا دلوقتي اللي هو مجرد الرز والخضار مع شويه التوابل والجنزبيل والثوم، ده في حد ذاته هيبقى طبق حلو قوي، لكن احنا عايزين نديله النهارده طبع اسيوي شويه، نديله طبع تشاينيز، فهنزود حاجتين هم دول اللي بيعملوا الفرايد رايس او التشاينيز فرايد رايس، اللي هم البيض والصويا صوص. خليني اوريكم برده هنحطها ازاي. نحط دلوقتي شويه صويا صوص، مش هكتر قوي، الصويا صوص طعمه قوي جدا، ف يا دوبك يعني معلقه كبيره تقريبا من الصويا صوص، نديله بس فرصه ان هو يسخن شويه، هتلاقي ريحه الصويا صوص بتطلع على طول. خليها قاعده كده ان اي حاجه بنحطها اول ما تبتدي تشم ريحتها بتخبط كده وانت بتشتغل، تعرف ان هي ابتدت يتشال منها الطعم اللي هو بيبقى لاذع قوي او الطعم الني. كده ثواني ونضرب بس البيضتين بتوعنا ضرب كده خفيف، ان هي لسه هتنزل تتقلب مع الرز. نعمل كده هنا، نوسع لها مكان في نص الطاسه زي ما حضراتكم شايفين عشان ننزل فيه بالبيض. ننزل هنا اهو في البيض على طول، ونستنى عليه ثواني يبتدي اهو يستوي، مديله تقليبه كده لحد ما بس يبتدي يمسك نفسه شويه، ونبتدي نقلبه جوه الرز. اللي مش عايز يحط فيه بيض مش لازم، اللي مش عايز زي ما قلنا يحط حتى الصويا صوص فيه مش لازم، حابب البيض يتسوى بره ويتحط في الاخر على الوش حتى كجرنش هتبقى فكره كويسه قوي.
اول ما نحس بس ان خلاص حتة البيض كلها استوت هنعمل البليتنج بتاعنا. هنجيب هنا طبق غويط شويتين عشان يشيل معانا الكمية. وهنسيرف اهو الطبق نسويه كده يديله شكل. واخر حاجه نديله شويه كزبره فريش، وطبعا حاجه تانية عشان تديله زي ما قلنا طابع اللي هو يبقى اسيوي شويه، ان احنا هنحط عليه شويه من شرايح البصل الاخضر. ونبقى بكده حضراتكم خلصنا الرز المحمر بالخضار اللي احنا عملناه على الطريقة التشاينيز، بان احنا في الاخر حطينا له صويا صوص وبيض وحطينا عليه بصل اخضر من فوق. استعملنا حاجة موجودة اوريدي عندنا في البيت مكتبة بايتة من امبارح، وعملنا بيها حاجة مختلفة شكلها لذيذ جدا وزي بالظبط اللي بنطلبها في المطاعم الاسيوية.